ميتي هذا انايا بديتو صغيرات علمتو مع خالي، بديتو في الدوميل، جينا سكننا هنايا في السماره، بديت مع الاول لوح يدي معاه في الصبغه، لوح معاه بالطروسوناز، بشويه تولى لي خالي قالي شغل تحمست للميتي هذا، لقيت راحي بديت نخدم، ركزت على فينيسيا، قاعده نشوف مع الناس، نتعامل مع الناس، هزيت خبره من عند الناس كيف يتعاملوا، وكونت روحي بشويه بشويه بشويه، نويت انايا نحل لاطولي، كراج، كريت كراج، زاد كوراج يعني بابا ربي يرحمه، حليت كراج، شيت ماتريالي، بخدمه اللي كنت نخدمها عند الناس، بنشري بالحاجه بالحاجه بالحاجه، لميت عمراتي، لقيت روحي عندي ماتريال، انكاجيت بسم الله، كي بديت الخدمه لقيت الناس يقصدوني، يخدموا معايا، نصار رجاله يشكروني، شغل كي يشوفوني هكا شغل هما يفرحوا، يقولوا لي حاجه كيما هذه تشرفنا، وانا ماذا بيا نشرف المراه الجزائريه كامله. السلام، مرحبا بك. والله بيا الحمد لله. خير؟ الله يحفظك. جيتك على باب تخدمي لي؟ ما كتهمش. ربي يهنيك. الخدمه راك تشوف فيها الحديد زين ما شاء الله. الله يبارك. الديسا بالكات لا طول الكات كليونت يجي عندي ما عندي حتى احساس هكا الناس يعني نورمال عادي نتعامل معاه هو يفرح بيا زدو يطلعوا لي المورال ونخدم معاهم ونتعامل معاهم وتعجبهم خدمتي حبوا يتعلموا المهنة هذي علمتهم ما دخلتهمش قدام واحد يقعد يتعلمتهم عاد يضربوا الطرونسوناز يخدموا بالبوست والله يبارك وهم يبريكولي وانا ماذا بيا ذاك اي واحد يجي يقصدني يقول لي مانيش ما عنديش خدمه حاب نخدم معاك يخدم معايا وناكل معاه نورمال الجورني تاعي نقسمها معاه وانا مش بيا على الصوارد انا بيا انه يتعلم على يدي باغ دوا يقول بلي انا علمتني فوالا ورده كيما ثاني من جهه نسى تما اللي عندهم هادو موهبات وحابين تما يخدموا وصوتي في الدومان تاعي هذا انا ما عنديش اشكال انا مرحبا بهم نعلمهم ونزيد نشجعهم وماذا بيا نوصلهم كيما حابه نوصل انا والشي اللي متمنيتو انا تاني يتمناو هما تاني يتحقق لهم